بداية العملية السياسية من بعد الانتخابات يعني كانت هناك يعني محاولات أنه أساسا ما تصير الجلسة الأولى، وهذا كان نعم. يعني كان واضح جدا أنه من الجلسة الأولى يعني؟ الجلسة الأولى يعني بعض الأطراف السياسية اللي ما كانت تحبذ أنه يكون هناك جلسة أولى، يعني قصدك الإطار، إطار وطبعا من يعني والاتحاد نعم الاتحاد والإطار نعم. فهذه الجلسة الأولى حصلت، بعدها طبعا أكيد استحقاقات هي يعني أنا نعم. أتفضل أخواني هم أنه هناك استحقاقات دستورية وإحنا نريد نمضي نعم. هذا يعني شأن. والاستحقاق الثاني طبعا هي بالإضافة إلى أن استحقاقات دستورية لكن هي أساسا ديمقراطية، عملية ديمقراطية نعم. فإحنا كحزب ديمقراطي الكردستاني دخلنا العملية بكل شفافية، يعني ما كانت عندنا مثلا ما فكرنا انه هذا مجلس نواب نعم. ومن ياخذ الـ يعني من ياخذ الاصوات وبالثلثين كما يعني في طبعا نعم. الجوله الاولى هي الثلثين والجوله الثانيه هي من يعني من يكون من يعني الاثنين نعم. الاوائل ياخذ الصوت، يعني العمليه ديمقراطيه. لكن هناك كانت يعني شكوات كيديه، واعتقد انه يعني تقصدين شكوات كيدية على السيد هشام زيباري نعم. وهذا لم يكن يعني حقيقة، يعني يجب ان تكون المنافسة يعني حقيقة نستطيع ان اقول شريفة، ليست على اساس اذا كانت مسألة نعم. الملفات والامور الاخرى نستطيع ان نحن ايضا لدينا العديد من الملفات التي نستطيع ان نخرجها، لكن في نفس التوقيت هذا الامر الولائي هو مجرد يعني هو موقع. مجرد ايقاف وقتي نعم. لعملية الانتخابات، وهي ليست حرمان هذا نعم. أولا يعني يجب أن يعلم الشعب العراقي يعني جميعا. بعدين يعني إذا كانت أربع جهات اليوم مجلس النواب هو من أقر أعلن الأسماء، يعني نعم. من أعلن الأسماء؟ مجلس النواب، بعد أن كانت هناك أربع جهات حكومية نعم. التعليم، النزاهة، العدالة والمساءلة والعدالة، وأيضا القيد الجنائي. فلم تكن هذه كلها هذه المؤسسات الرسمية الحكومية العراقية عندما تقول بأنه هذا الشخص هو نزيه نعم. وليس لديه، إذن لا يوجد هناك أي قيد جنائي. يعني كما أتصور أنه أكيد يعني نعم. المحكمة الاتحادية سترفع هذا الأمر الولائي، وأكيد بلا شك ستكون عملية يعني انتخاب. يعني متأكدين من هذا الموضوع لأن يعني نحن متأكدين جدا نعم. من أنه السيد هشيار الزيباري الشخصية الكبيرة الشخصية السياسية، يعني متأكدين جدا من أنه لا يوجد لا قيد ولا ملف ولا نعم. أي يعني شكوات كيدية شكوى هي كانت كيدية نعم. ولكن في نفس التوقيت متأكدين من أن المحكمة الاتحادية ستحكم لصالح السيد نعم. هشيار.